مثلت نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية الجزائرية السابقة يوم 23 ديسمبر 2020 أمام الغرفة الثانية في القطب الجزائري المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لمحكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة. ظهور الشخص الذي كان المدير السابق لمركز البحوث في الأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية بوهران ثم وزير التربية الوطنية بين ماي 2014 ونهاية مارس 2019 يتعلق بقضايا فساد مزعومة. عالمة الاجتماع والباحثة بالتدريب، رئيسة لجنة اليونسكو العربية للتعليم العالي ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد الإفريقي للحكم، عضو معين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في لجنة التعليم العالي سياسات التنمية للرد على الاتهامات في سياق شكوى تتعلق بإرادة المؤسسة التعليمية حسب وزارتها. وبالفعل عزلت المديرة السابقة المديرية الثانوية الجزائرية في باريس نادية مساسي المقربة من زوجة رئيس الوزراء الأسبق عبد الملك سلال، المسجون الآن بموجب مرسوم رئاسي في نهاية مايو 2019. وإذا لم يتم تقديم أي سبب رسمي في ذلك الوقت، فقد زعمت بعض المصادر أن أبعادها تعود إلى قرارها بحظر الحجاب في المؤسسة التي تديرها في العاصمة الفرنسية امتثالا للقوانين التي تم تمريرها من قبل البرلمان الفرنسي، وإلى قرار الدائرة الوزارية برئاسة بن غبريط بحظر النقاب والحجاب الكامل في المدارس الجزائرية اعتبارا من 2019. وكانت مصادر أخرى قد أشارت إلى أن مديرة مدرسة ملك بن نابي في باريس ذهبت إلى حد إيقاف طالبة من المدرسة المعينة لأنها ببساطة أدت صلاتها داخل المؤسسة، بالإشارة إلى الدعم الذي حظي به هذه المديرة من الوزيرة بن غبريط، ووصفتها أكثر أطراف المجتمع المحافظ بالشيوعية المعادية للغة العربية والتفشي الإسلاموفوبيا. في الوقت نفسه أفاد تحقيق أجرته المفتشية العامة للمالية وفقا لمعلوماتنا عن وظائف وهبية ومكافآت النقل والأداء التي تم رفضها العديد من المعلمين، والتي يزعم أن المديرة مساسي قد أخذتها لنفسها. كما نذكر أنه في نهاية جوان 2019 أعلنت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ أنها تقدمت بشكوى إلى محكمة استئناف الجزائر ضد السيدة نورية بن غبريط متهمة مستشاريها بالخيانة والحقد، واحتجت مجموعة محافظة معينة مكونة من نواب عن التحالف الإسلامي الذي ضم عدة تشكيلات إسلامية جزائرية على إحدى التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني بشأن تقييم وتنفيذ إصلاح نظام التعليم الجزائري عقد في 25 و26 جويلية من سنة 2015. وقد اعتقدوا أن تصرف نورية بن غبريط التي نسبوا إليها بأنها من أصول غير جزائرية يرقى إلى مستوى محاولة الإضرار بالعربية وهي لغة القرآن والإسلام ولغة الشعب الجزائري. وكانت إحدى التوصيات التي اقترحها الخبراء وعلماء اللغة النفسانيون وعلماء اللغة العصبية ومعالجو النطق الحاضرين في هذا المؤتمر، دعت إلى استخدام معلمي اللغات الأم على حساب اللغة العربية الأدبية التي هي في الواقع لغة جديدة على الأطفال في المدارس. وفي 22 جانفي 2020 وخلال لقائه بالإعلام، رد السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية بهذه العبارات على سؤال حول الإصلاحات المقبلة في نظام التعليم الوطني: أعتقد أن كل الجزائريين يطالبون بتغيير جذري في نظام التعليم ولا سيما في المدرسة الابتدائية. أنا أحظر بشكل مطلق تدخل الإيديولوجية في التعليم الابتدائي كما تتطلب المواطنة خلق جيل مشبع بالوطنية والأخلاق والحضارة. رؤية في نهاية المطاف أقرب إلى رؤية السيدة بن غبريط، وأكثر من ذلك الحفاظ على الخلط بين الرسائل الدينية والنهج العلمي والمنطقي. فهل ستدفع نورية بن غبريط اليوم مقابل مواقفها الحازمة بشأن فصل صلاحيات التربية الوطنية عن الشؤون الدينية؟ وهل يمكن ربط استدعائها الأخير من قبل العدالة بكفاحها الدؤوب للعثور على إجابات حقيقية لمشكلة التغيير التي يأملها شعب بأكمله يبحث عن الحداثة؟ أخيرا سيلقى رد المحكمة الضوء على الرأي العام حول مخططات السلطة الجزائرية بشأن هذه القضايا الأساسية، وكذلك على محاكمة
تنم عن طأر من عصر آخر.